مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، اهلا بكم في عرض المساء. ومباشره الى العناوين. رئيس الوزراء يؤكد الحاجه لمشروع قومي يستصحب كل تحديات ولايه البحر الاحمر. مجلس السياده الانتقالي يجدد التزام الحكومه بتحقيق العداله نصره لشهداء الثوره. حزب المؤتمر الشعبي يطالب بإطلاق سراح أمينه العام ويحمل الحكومة مسؤولية سلامته. شكا والي ولاية البحر الأحمر من غياب التنمية بالولاية، وقال الوالي في تنوير لرئيس الوزراء إن تفشي البطالة وسط الشباب إحدى مسببات الاحتكاكات. ووصل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى بورسودان التي تعيش نزاعات أهلية خلفت قتلى، وأكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حاجة ولاية البحر الأحمر لمشروع قومي يستصحب التحديات بالولاية ويمكن الحكومة المركزية من وضع المعالجات اللازمة. ووصل حمدوك لمدينة بورسودان الساحلية اليوم الخميس بعد أسبوع انتهى بتوقيع اتفاق ينهي اقتتال مكونات قبلية ويعرف محليا بالجلد. وترأس حمدوك اجتماع حكومة ولاية البحر الأحمر بحضور الوالي حافظ التاج. وأشاد حمدوك بحكمة وحنكة قيادة حكومة ولاية البحر الأحمر والإدارة الأهلية في تجاوز الأحداث. قال اللواء شرطة أحمد محمد طاهر رئيس مبادرة التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي بولاية كسلة إن المبادرة التي تبنتها الشرطة السودانية تهدف إلى حماية السلم المجتمعي وحل الخلافات المجتمعية عبر الحوار. وقال خلال مخاطبته فعاليات المبادرة بمدينة كسلة إن شرق السودان لم يعرف من قبل أي من الخلافات الإثنية التي أججت نارها مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى طي المكونات المجتمعية بولاية البحر الأحمر للخلاف الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء. وأشار طاهر إلى أن المبادرة قادرة على رأب الصدع بين كافة المكونات، ودعا طاهر الشباب إلى عدم التعرض إلى زعماء الإدارة الأهلية وقياداتها. الهدف الرئيسي منها هي رأب الصدع والمحافظة على النسيج الاجتماعي والتواصل بين المكونات الموجودة في ولاية كسلة، وكسلة واحدة من الولايات اللي فيها العديد من المكونات السودانية الطيبة اللي تأغلمت ونشأت وترعرعوا أبنائها في هذه الولاية حقيقة. يعني المحافظة على النسيج الاجتماعي وتقوية تواصله وحماية وتأمين السلم المجتمعي. إلى ذلك دعا والي كسل المكلف محمود همد إلى الفصل بين السياسة والزج بالقبيلة في أتونها. وأوضح أن الوثيقة التي تبناها شباب ولاية كسل دعت إلى سن بعض القوانين التي تثير النعرات القبلية بين مكونات المجتمع. وأشار همد إلى أن حكومته تطلع لتقديم أفضل الخدمات لمواطن الولاية، وبين أن ما يقدم حاليا له دون طموح حكومته. وأشار إلى أن الخلل الأمني والتراشقات المتبادلة تعطل الكثير من المشاريع التي تتبناها حكومته. لا بد من الفصل بين العمل السياسي والعمل المجتمعي، لأن العمل السياسي فيه كثير من التجاذبات وفيه كثير من الإشكالات التي لا بد أن نفصل بينها وبين الزج بمجتمعاتنا في مثل هذه الأعمال السياسية. وده لأنه يا أخوان من شأنه أن يؤجج الصراع. الآن ما متاح عندنا لخدمات المواطن دون المستوى المطلوب، ودارين نحن نجتهد في أنه نقدم خدمة أفضل مما هو عليه الآن. بعث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. ونقل رئيس مجلس السيادة في برقيته التعازي في الفقيد الكبير.
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عمق ومتانة العلاقات بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا وبحث لدى لقائه وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي بحضور وزير المالية دكتور إبراهيم البدوي، بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة شعبي البلدين. وأشاد وزير المالية إبراهيم البدوي في تصريح صحفي عقب اللقاء بالمبادرات القيمة التي تقدمها دولة الإمارات لدعم السودان وثورته المجيدة، وأشار إلى أن زيارة الوزير الإماراتي والوفد المرافق له تهدف إلى دعم القطاع الخاص السوداني وتطوير العلاقات بين القطاع الخاص بالبلدين. وأبان وزير المالية أنه تم التفاكر حول المشاريع والري المتصلة بمستقبل السودان الاقتصادي. تأتي هذه الزيارة بأهداف عملية تتعلق بالاستثمار ودعم القطاع الخاص السوداني وأيضا تطوير العلاقات بين القطاع الخاص السوداني والقطاع الخاص الإماراتي والتفاكر حول المشاريع والأفكار المتعلقة بالاستثمار في المدى القريب والمتوسط وأيضا التفاكر حول المشاريع المستقبلية في المدى البعيد. من جانبه أوضح وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي أن الزيارة التي رافقه خلالها ممثلين القطاع الخاص والمستثمرين الإماراتيين هدفت إلى مشاركة الحكومة السودانية في الأفكار التي تصنع مستقبل أفضل للاقتصاد السوداني. تلخيص ما تم عمله مع أصحاب المعالي الوزراء في خلال الزيارة، وهدف الزيارة نحن أتينا مع فريق عمل أغلبه إن لم يكن جله من القطاع الخاص والمستثمرين الحاليين ومستثمرين كذلك مستقبليين في السودان. الهدف هو مثل ما تحدث معالي الوزير أن نصنع أو نشارك مع بعض الحكومة في الأفكار التي تصنع مستقبل أفضل للسودان. استقبلت أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية شاجي أوبرياشي سفير اليابان لدى السودان، حيث بحثت العلاقات الثنائية بين الدولتين. وأكد سفير اليابان دعم بلاده للسودان في هذه الفترة الانتقالية، وعبر عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع السودان في مختلف المجالات، وكذلك دعم السودان في المحافل الدولية وطرح مشاريع جديدة. أكد دعم اليابان للسودان من أجل تحقيق التنمية المستدامة. من جانبها قدمت الوزيرة شرحا عن التطورات السياسية، وقالت إن السودان يتطلع إلى تدفق مزيد من الاستثمارات، وكذلك أهمية دعم السودان في المحافل الدولية من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. طالب حزب المؤتمر الشعبي بإطلاق سراح أمينه العام علي الحاج محمد الذي اعتقل أمس على ذمة التحقيق في البلاغ الخاص بالمشاركة في انقلاب الرئيس البشير على حكومة الصادق المهدي في العام 1989. وحمل القيادي والبارز في الحزب إدريس سليمان الحكومة مسؤولية سلامة الأمين العام للحزب، ودعا الحكومة إلى الالتفات إلى قضايا البلاد الحقيقية، وطالبها بالابتعاد عن تصفية الخصوم السياسية بالاعتقالات التعسفية والافتئات على العدالة والحريات. بنطالب بإطلاق سراح الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج فورا، وبنحمل أخواننا هذا التحالف الحاكم وحكومة هذا التحالف الحاكم أي إضرار جسدي أو نفسي أو متعلق بكرامة الدكتور علي الحاج. نحن يا أخواننا بنطالب بأن تلتفت هذه الحكومة لمشاكل السودان الحقيقية، وتطلع هذه الحكومة بمهامها الحقيقية، وتنصرف هذه الحكومة عن المكايدات السياسية وعن تصفية الخصوم وعن الاعتقالات التعسفية وعن الافتئات على الحريات والافتئات على العدالة.
هذا ودعا القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان للتوافق على مشروع وطني يبعد العمل المسلح عن السياسة، وقال إن حزب المؤتمر الشعبي ضد الانقلابات العسكرية وضد العمل المسلح لتحقيق أجندة سياسية. نحن يا أخواننا بنطالب بأن يجتمع الصف الوطني كله ونتوافق على مشروع وطني جامع. إن كان ثمة كلام عن عدم استخدام القوى المسلحة والانقلابات العسكرية والسلاح لفرض الناس أنفسهم على الناس للحصول على السلطة أو لفرض أجندة سياسية، فلنتوافق على ذلك جميعا والمؤتمر الشعبي أول المتوافقين. نحن يا أخوانا ضد الانقلابات العسكرية، الله أكبر، ظلنا ضد الانقلابات العسكرية وسوف نظل ضد الانقلابات العسكرية. نحن ضد العمل المسلح بالرغم من إيماننا بعدالة القضايا، ولكن نحن ضد استعمال السلاح لفرض أجندة سياسية أو لفرض حل القضايا التي يشكو منها الناس. أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالية الأستاذة عائشة موسى التزام الحكومة بتحقيق العدالة نصرة لشهداء ديسمبر 2018 بما يحقق الرضا لأسرهم وزويهم. وقالت عضو مجلس السيادة لدى لقائها اليوم وفد منظمة أسر شهداء ديسمبر المجيدة إن الثورة ماضية في تحقيق شعارها حرية سلام وعدالة، وأشارت إلى أن السودان يمر بمرحلة تاريخية هامة ومفصلية تتطلب تكاتف الجهود لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. وأوضحت زينب عثمان وداعة ممثلة المنظمة في تصريح صحفي أن أسر الشهداء عازمة على الاستمرار في مسيرة أبنائها حتى تتحقق الأهداف التي خرجوا من أجلها، وأشارت إلى أن اللقاء أمن على أهمية وجود المنظمة وتوفير الدعم اللازم لها بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه المطلوب. دعت حركة تحرير السودان جناح مناوي إلى سلام شامل غير منقوص، والتقى وفد حسن النوايا لحركة تحرير السودان بقيادة مناوي بعدد من فعاليات المجتمع بولاية جنوب دارفور للتشاور حول المفاوضات القادمة. وأوضح رئيس الوفد أحمد عبد الكريم جدة أن كل قيادات المجتمع من نازحين ورجال إدارة أهلية وشباب وطلاب أكدوا استعدادهم للسلام، داعين إلى تحقيق السلام الشامل غير المنقوص ويحقق العدالة الاجتماعية. كان لقاء كبير حاشد، وكان في تجاوب كبير جدا من كل النازحين، الناس اللي لقيناهم وحقيقة موصلين ومتكلموا كلام شفاف وواضح اتجاه بتاع السلام. هو كان في رغبة أكيدة من كل الناس في سلام، وبرضو احنا أكدنا منه في سلام قريب جاي للسودان كله، وبصفة خاصة بخص السلام بخص النازحين في مشاكلهم الحسي التراكمات الموجودة على مستوى النزوح ومشاكلهم. حقيقة يعني ممكن تكون يعني ده وقت مناسب انه يكون في حل جذري لكل المشاكل تاع النازحين، وارجاء لمناطقكم الآمنة والسلام. ده حقيقة سلام شامل، وحقيقة احنا برضو التقينا بقيادات نوعية من المعسكرات الشيوخ معسكرات، وهم أكدوا انه هم حارسين السلام، وبرضو أكدوا انه احنا كيفية اشراكهم في التفاوض الجاية. تعهدت حكومة نهر النيل بتوفير التمويل لزيادة مشروعات تشغيل الخريجين لاستيعاب نحو 15,000 خريج بالولاية. وقال والي نهر النيل خلال افتتاح مشروعات تشغيل الخريجين إن مراكز الخدمات الصحية والفندقية والسياحة تهدف للحد من البطالة وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المجتمع. ضمن اهتماماتها المتعاظمة التي توليها لقضية تشغيل الشباب باستيعاب أفكارهم وتسخير طاقاتهم الخلاقة تحت مظلة الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بنهر النيل، دشنت حكومة الولاية بتمويل ولائي خالص عددا من مشروعات تشغيل الشباب في المجالين الصحي والسياحي. ما يلينا في الصحة هذا المركز الضخم
الذي سوف يقدم الخدمة خدمة العلاج الطبيعي لإنسان الولاية، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يكون إضافة حقيقية للعمل في المجال الصحي. هذا البرنامج كان في إطار برنامج تشغيل الخريجين. هذا البرنامج الرائد الذي قام بعمل كبير في هذه الفترة الوجيزة. مشروع مركز كير وفير للعلاج الطبيعي وتأهيل المصابين الذي نفذ وفق رؤية علمية وبرعاية صحية فائقة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، استوعب العديد من الكوادر الشبابية ذات التخصصات وثيقة الصلة بالمجال الصحي والطبي. فكرة مختلفة عن العلاج الطبيعي وعن التأهيل، لفكرة العلاج الطبيعي وبأجهزة متكاملة حقيقة. في باقي حاجات نحن طالبينها حتجي مننا، لكن متوفر أغلب الأجهزة حتى الليزر سيرابي والموجات القصيره شورت ويف الاستيميليتر، ان شاء الله في جهاز جاينا من الهند برضو جهاز الشوك ويف، وان شاء الله نحن حنقدم فكره ثانيه للعلاج الطبيعي ودوره في المجتمع وفي كل وفي تاهيل المرضى والمصابين. ما يميز مشروعات وبرامج تشغيل الشباب المنفذه بالولايه انها استجابت لمبادرات وافكار شبابيه في مجالات غير نمطيه، هذا فضلا عن انها وفرت خدمات متطوره بدراسات جدوى اقتصاديه ناجحه. كل هذا العمل ياتي في اطار الاهتمام المتعاظم الذي ظلت حكومه ولايه الهند النيل تبذل في اطار تشغيل اكبر عدد من الشباب والخريجين. أيضا افتتحنا مشروع آخر هو مشروع السياحة والخدمات الفندقية، مشروع به عدد من الشباب عندهم إمكانيات يعني ضخمة جدا، وبدوا الآن في تنفيذ يعني رحلات علمية ورحلات سياحية وتجهيز مواقع المناسبات. حيلتفوا عدد كبير جدا من الشباب حول هذين المركزين ويرفضوا المجتمع بحصيلة بتاعت عائدات ممتازة جدا. وبالنظر للمشروعات والبرامج التي نفذها الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بنهر النيل، يلاحظ مدى الاختراق الإيجابي الذي حققته في قضية محاربة البطالة والحد من تداعيات الفقر والضائقة الاقتصادية والاجتماعية. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل.